بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم النهارده على البروتون بامب انهبيتورز. البروتون بامب انهبيتورز اللي هي المجموعة اللي طلعت بعد الاتش 2 ريسبتور انتاجونست. احنا عارفين ان قلنا الدراجز اللي بتقلل افراز الاتش سي ال او دراجز الجاستريك انت سكريتور دراج، عندنا في ثلاث مجموعات من الأدوية اللي هي الاتش 2 ريسبتور انتاجونست. دي كانت أول مجموعة طلعت سنة 1970. بعدها ب 10 سنين تقريبا طلع أول دواء في البروتون بامب انهبيتور، وبدأ استخدامه بكثرة في 1990، وكان بمثابة نهاية العصر الذهبي للاتش 2 ريسبتور انتاجونست. طيب تعالوا نشوف الاتش 2 البروتون بامب انهبيتور. بروتون بامب انهبيتور مجموعة كبيرة تنتهي كلها بالمقطع زول زي الاوميبرازول والازوميبرازول واللانزوبرازول والبانتوبرازول اند رابيبرازول. يبقى مجموعة من الأدوية تشمل اوميبرازول وازوميبرازول واللانزوبرازول وبانتوبرازول ورابيبرازول وبقية عيلة الزول لحد بكرة. طيب المجموعه دي بتشتغل ازاي؟ والميكانيزم اكشن بتاعها ايه؟ بتفرق ايه على الاتش 2 ريسبتور انتاجونست؟ اتش 2 ريسبتور انتاجونست. المجموعه الادويه دي وظيفه اسمها ايه؟ هو اوميبرازول، ازوميبرازول، لانزوبرازول، بانتوبرازول، ريبيبرازول. دول بتروح تمسك في الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم اللي موجود على الجاستريك باريتال سيل، بيمسكوا في الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم بكوفالنت بوند، فيعملوا له الريفرز او الانهبيشن. يبقى الادويه دي بتمسك في اخر خطوه في افراز الجاستريك اتش سي ال. اخر خطوه في افراز الاتش سي ال من البرايدل سيل هو السكريشن اوف هيدروجين انتو ذا جاستريك ليومن. بمين؟ بواسطه الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم او بيسموها البروتون بامب. المجموعه دي وزعمها الاوميبرازول بتمسك في البروتون بامب او الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم بكوفالنت بوند، تعمل له الريفيرسبل انهبيشن، تعمل له الريفيرسبل انهبيشن. يبقى الانزيم ده راح خلاص، يبقى البروتون بامب راحت. عشان الجسم يستعيد وظيفتها لازم يعمل لها ريسنسز. عشان الجسم يعمل ريسنسز كامل محتاج من 3 ل 5 ايام. طيب لما هي تمسك في الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم بكوفالنت بوند تعمل له ريفرسبل انهبيشن، ايه اللي هينتج؟ هيحصل ماركت ديكريز في الجاستريك اتش سي ال سكريشن، فيدينا لونج لاستنج انتي سكريتوري افكت، وتلاقي الجاستريك بي اتش بدات تعلى. حتى لو اثناء البوست برانديال اسيد شيرج عمر الجاستريك بي اتش ما بينزلش عن 4، يبقى يدينا لونج لاستنج انتي سكريتوري افكت اند مينتين الجاستريك بي اتش اباف 4 ايفن ديورنج البوست برانديال اسيد سيرج، ديورنج البيك اوف الاسيد سكريشن اللي بيحصل بعد الاكل على طول نتيجه الجاسترين ونتيجه الفيجال تون اللي بيزيد على المعده بعد الاكل. كل الكلام ده المفروض يزود الاتش سي ال، فينقص البي اتش بتاع المعده يوصلها لواحد ونص. لا لا لا، الكلام ده ما بيحصلش. عمر الجاستريك بي اتش هينزل عن 4 في وجود الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم. اذا هتعليل الجاستريك بي اتش فوق 4 ابو 4 ايفنج ديورنج البوست برانديال اسيد سيرج. والبروتون بامب انهبيتور دي ار ذا موست بوتنت انهبيتور اوف الجاستريك اتش سي ال سكريشن، لحد ما بدا يكتشف مجموعه جديده من الادويه اللي هي البوتاسيوم كوبيتيتيف اسيد بلوكر. انما بالمقارنه بالهيدروجين بال اتش 2 ريسبتور انتاجونست دي، يعني البروتون بامب انهبيتور مور بوتنت انهبيتور اوف جاستريك اسيد سكريشن ببساطة شديدة، لأنها انهبت التيرمينال ستيب اوف الاسيد سكريشن من جاستريك بارتل سيل. انما البروتون انما الاتش 2 ريسبتور انتاجونست بتشتغل على خطوة واحدة في افراز الاتش سي ال اللي هي الهيستامين 2 ريسبتور ستيموليشن. انما واتيفر بقى انا عندي سايكليك ام بي جاي منين؟ جاي من دي او جاي من اذر سايد، او العيان عنده كالسيوم ولا ما عندوش، دي بتقفل اخر خطوة في افراز الاتش سي ال. حتى لو كان السايكليك ام بي مالي البارتل سيل والكالسيوم مالي البارتل سيل، الاخ ده حصل له انهبيشن. اي انهبيشن؟ ده الريفيرزابل انهبيشن. يبقى زي ار مور بوتنت انهبيتور في جاستريك اسيد سكريشن زي الاتش 2 ريسبتور انتاجونست، اللي ببساطه شديده لان البروتون بامب انهبيت التيرمينال ستيب ان اسيد سكريشن من البرايتل سيل. وقالوا عشان يحصل فورستريشن للاتش سي ال، عشان يرجع الاتش سي ال لطبيعته بعد ما توقف اخر جرعه من البروتون بامب انهبيتور، العين محتاج من 3 ل 5 ايام. طب ليه يا ترى؟ ليه؟ نسال اكسبلين واي. عشان اقول له ده الوقت اللي بيحتاجه الجسم عشان يعمل ريسنسز للهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم اللي الدواء بتاعك عمل لها الريفرسبل انهبيشن. لان خلاص اللي ماسك فيها البروتون بامب انهبيتور لما مسكت في البروتون بامب اللي هي الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم مسكت فيها بايه؟ بكوفالنت بوند، عملت لها الريفرسبل انهبيشن. عشان الجسم يعمل ريسنسز للبروتون بامب دي كلها بيحتاج من 3 ل 5 ايام. يبقى عشان يرجع الجسر اتش سي ال لطبيعته، احتاج بعد ما اوقف اخر جرعه الجسم يحتاج ياخد من 3 ل 5 ايام عشان يقدر يعمل ريسنسز للهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم.
ووجدوا كمان ان البروتون بامب انهبيتور سوبيريور مش بس في الجاستريك اسيد انهبيتوري افكت زي الاتش 2 ريسبتور انتاجونس، لا ده كمان هي اعلى من الاتش 2 ريسبتور انتاجونس، احسن منها يعني في الريدكشن اوف جاستريك اسيد سكريشن وفي الهيلينج اوف الميكوزا سواء بتاعت الاستومك او الاسوفيلس. طيب الكاينتيك بتاعتها لازم نبقى عارفينها، الكاينتيك بتاعتها لازم مهمه جدا عشان نفهم الدواء ده بيشتغل ازاي، فهمنا خلاص الميكانيزم. طب الكاينتيك، الكاينتيك لازم ابقى عارف ان البروتون بامب انهبيتور كلها برو دراج، يبقى انا باخد الادويه دي اورال، العيان بياخدها اورال. في بعضكم بيبقى فاكر ان هو لما تاخد اورال خلاص هتروح للمعده تشتغل، لا لا لا، الدواء ده الادويه دي برو دراج بتتاخد اورال وللاسف بتتكسر بالجاستريك اتش سي ال. يعني الادويه دي اللي هي بوتنت انهبيتور اوف جاستريك اتش سي ال، انما هي اسيد لابايل بتتكسر بالجاستريك اتش سي ال، عشان كده بتبقى بروتكتد من الاسيد ميليه اوف ذا ستومك او الاسيدك انفايرمنت في المعده باي انتيريك كوت. يبقى لو تاخدت في صوره تابلت لازم التابلت دي تبقى انتيريك كوتد، يعني بتغطيه بغطاء ما يفتحش في المعده، هذا اللي هذا الكوت ما يفتحش، لان اللي ده لو طلع في المعده هيحصل له كومبليت ديستراكشن بالجاستريك اتش سي ال. يبقى الجيفن اورال وهي برو دراج بروتكتد فروم اسيد ميلي اوف ذا ستومك او الاسيدك انفايرمنت في الاستومك باي انتريك كود. تطلع فين؟ قالوا بيحصل لها ريليز في البروكسيمال ديودينم، يبقى تاخدت اورال عدت من المعده بالكوت اللي عليها ما طلعتش منه، الكوت يبدا يدوب فين؟ في البروكسيمال ديودينم، يحصل ريليز اوف ذا بروتون بامب هنا، وبعدين تنزل تحت يحصل لها ابزوربشن من السمول انتستن، بقت ابزوربد من السمول انتستن وتمشي مع البورتال سيركوليشن مع البورتال فين؟ تروح الليفر، ومن الليفر تبدا تروح للسيستميك سيركوليشن، توصل للهارت، الهارت يضخها للجسم كله بما فيها توصل للمعده، توصل للمعده تحصل لها ايه؟ يبقى جيفن اورال بروتكتد فروم اسيدك انفايرمنت في المعده بالانتريكوت، يحصل لها ريليز في الدويدينم، تبقى ابزوربد من الانتستين، توصل للبلاد ستريم، وبعدين توصل الاسيد سيكريتري كانيكلاي اوف ذا بارايتال سيل. يبقى البلاد الهارت هيضخها للجسم كله بما فيها للمعده، توصل لمين؟ عن طريق البلاد ستريم الى الاسيد سيكريتوري كانالكيولاي اوف ذا بارايتال سيل. طب ولما توصل هناك تحصل ايه؟ قالوا هي ما زالت ان اكتف، ما مش اي حاجه، قالوا محتاجه يحصل لها اكتيفيشن او بروتونيشن، تروح لمين؟ تروح للهيدروجين بوتاسيوم اي تي باز انزيم، تروح للبروتون بامب اول ما يشوفها يعمل لها بروتونيشن، يديها هيدروجين بقت اكتف، اول ما تحصل لها اكتيفيشن ترد له الجميل، تمسك فيها بقى الكوفيلنت بوند. يبقى هي توصل عن طريق البلاد ستريم للاسيد سيكريتوري نيوكلياي اوف ذا بارايتال سيل، هناك الحته في المكان ده اهو، في المكان ده هو هيبدا يحصل لها ايه؟ بروتونيشن، تاخد هيدروجين، تاخد هيدروجين يحصل لها بروتونيشن او اكتيفيشن، يبقى اكتيفيتد، تمسك في الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم اللي عامل لها بروتونيشن او اكتيفيشن وترد له الجميل، تمسك فيه تقول له والله ما انا سايباك، تمسك فيه بكوفيلنت بوند تعمل له الريفيرسيبل انهبيشن. قال له خلي بالك الادويه دي يبقى مور افكتيف لو اتاخدت 30 مينت بيفور ذا فيرست ميل اوف ذا دي. يبقى دي العيان دايما اقول له او الجرعه بتاعت البروتون بامب تاخدها قبل الفطار بنص ساعه، يبقى ذا موست افكتيف وين تيكن 30 مينت بيفور ذا فيرست ميل اوف ذا دي. ليه كده يا ترى؟ لانه قالوا ان السبب في الكلام ده ان اعلى تركيز للهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم او البروتون بامب اللي هيعمل لها بروتونيشن اللي هيعمل لها اكتيفيشن بيبقى الهايست كونسنتريشن موجود في البرايتال سيل افتر برولونجد فاستنج. يبقى العيان لو من بالليل من ساعه العشاء لحد الصبح البروتون بامب هنا الكونسنتريشن بتاعها بيبقى عالي جدا افتر برولونجد فاستنج، فلما تاخد الدواء قبل الاكل بنص ساعه يوصل للدم، الادويه بتمتص بسرعه زي ما نشوف دلوقتي، وتوصل للدم وعن طريق البلاد ستريم توصل لهنا بهايست كونسنتريشن يحصل لها بروتونيشن او اكتيفيشن. وقالوا رغم ان الهاف لايف بتاعها صغير، العيله دي كلها الهاف لايف من ساعه لساعتين، لكن الديوريشن اوف الانتي سيكريتوري افكت بتاعها از فيري لونج، بيوصل من 48 ل 72 ساعه، من يومين لثلاث ايام. يبقى المسائل اكسبلين واي ديسبايت اولزو ذي هاف شورت هاف لايف ذي هاف لونج لاستنج انتي سيكريتوري افكت من 48 ل 72 ساعه بوصله شديده. صحيح الهاف لايف ده ما يلزمنيش، ليه كده؟ لان وانس ان هي وصلت هنا وحصل لها بروتونيشن او اكتيفيشن بتمسك في الهيدروجين بوتاسيوم بايه؟ كوفيلنت بوند تعمل له الريفيرسبل انهبيشن. يبقى السر في دي، السر ان هي بتعمل تمسك في البروتون بامب بكوفيلنت بوند تعمل لها الريفيرسبل انهبيشن. يبقى ليه هي هاز لونج لاستنج انتي سيكريتوري افكت رغم ان الهاف لايف بتاعها صغير ساعه ساعتين؟ لانها بتعمل الريفيرسبل انهبيشن
او تعمل بتعمل irreversible binding and inhibition of the proton pump. خلي بالنا يبقى قلنا الكاريوتيك بتاعتها اللي لازم ابقى عارف ان هي بروتون بامب، وبيحصل لها اكتيفيشن فين؟ في الاسيد سكريتوري جلوكولاي اوبراتور سيل بالبروتون بامب. وانس ان هي حصل لها اكتيفيشن تمسك بالبروتون بامب نفسها، عملت لها اكتيفيشن بكوفيلنت بوند تعمل لها ريفيرسبل انهبيشن. واعلى تركيز للبروتون بامب هنا بيبقى افضل برولونجد فاستنج. عشان كده بنقول للعيان خدها نص ساعه قبل الفطار، قبل اول جرعه في اليوم. ولو انت العيان، لو العيان بتاعك محتاج جرعه تانيه قول له خدها قبل العشاء برضه بنص ساعه، يبقى افطر برولونجد فاستنج، يبقى في وقت كبير بين الوجبه اللي فاتت والوجبه دي بيبقى تركيز البروتون بامب في المعده عالي جدا. طيب يبقى بقوله خلي بالنا الادويه دي بتتاخد اورال وتوصل الدم، وعن طريق الدم توصل للبلاتل سيل. طب وبعدين الادويه دي هل هي محتاجه ريدكشن للناس اللي عندها كرونيك كيدني ديزيز؟ لا، الناس اللي عندها رينال انسفيشنز مش محتاجه اعمل ريدكشن للدوز، لكن بحتاج اعمل ريدكشن لها للدوز في الناس اللي هم عندهم هيباتيك امبيرمنت لاسباب كتيره هنعرفها كمان شويه. يبقى في الناس اللي عندها كرونيك كيدني ديزيز انا مش محتاج اعمل ريدكشن، الادويه دي بتتكسر اصلها ميتابوليزم بالسيتوكروم 450 اللي موجود في الليفر، فبالتالي بحتاج اعمل ريدكشن لدوز. مش كده بس، ده لها انيبيتور افكت على الليفر انزيم وممكن تعمل مشاكل في مرضى الكبد زي ما هنشوف كمان شويه. اليوز بتاعت البروتون بامب ايه؟ قالوا بتستخدم في علاج الجيرد اللي هو الجاسترو اوسوفيجيال ريفلكس ديزيز، او زمان كانوا بيسموه ريفلكس اوسوفيجيتس. يبقى في الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء او الجاسترو اوسوفيجيال ريفلكس ديزيز بندي لهم بروتون بامب. امتى ادي العيان اللي عنده جيرد او جاسترو اوسوفيجيال ريفلكس ديزيز بروتون بامب انهبيتور؟ قالوا لو عيان عنده فريكوينت جيرد سيمبتوم، ماليش دعوه بقى مايلد ولا مودريت ولا سفير، طالما هو فريكوينت لازم ياخد بروتون بامب انهبيتور. فريكوينت ده يعني العيان بيجي له الجيرد الهارت بيرن او الجيرد سيمبتوم دي كم مره في الاسبوع؟ مرتين فما فوق. طالما العيان مرتين فما اكثر كل اسبوع يجي له جيرد سيمبتوم لازم اديله ايه؟ بروتون بامب انهبيتور. يعني ما حدش يضحك عليك يقول لك ده مايلد فريكوينت جيرد سيمبتوم. طالما هي فريكوينت ما تبصش لكلمه مايلد ولا مودريت، طالما فريكوينت على طول لازم ياخد بروتون بامب انهبيتور. طيب نمره اثنين، لو عيان عنده جيرد ها وكانت بتيجي مره واحده في الاسبوع وبعدين راح عمل اندوسكوبي لقوا عنده اوسوفاجايتس، وانس انك لقيت اوسوفاجايتس اون اندوسكوبي لازم العين ياخد بروتون بامب انهبيتور. البروتون بامب بتدي لي فاست اند مور افكتيف ريليف اوف سيمتوم زان اتش 2 ريسبتور انتاجونست، وبتتاخد زي ما قلنا مره واحده في اليوم قبل الفطار بنص ساعه لساعه، وبعدين لو محتاج جرعه ثانيه نقول له ياخدها قبل الايفنينج ميل او قبل العشاء لمده 8 ل 12 ويكس. يبقى بتستخدم في الجيرد امتى؟ لو كان عنده فريكوينت جيرد سيمتوم ماليش دعوه مايلد ولا مودريت ولا سيفير. نمره اثنين، لو بعمل له انيشال اندوسكوبي جاي لعنده جيرد قلت لك عمل اعمل لك منظار ووافق العيان عملت له اندوسكوبي لقى عنده اوسوفجايتس، الدواء الوحيد اللي هيعمل هيلينج الاوسوفجايتس هي البروتون بامب انهبيتور. ايه تاني؟ لو عيان عنده بيبتيك السر تاخد في علاج البيبتيك السر وهنجيلها ان شاء الله، في الاستريس السر في الزولنجر لوسين سندروم. يبقى نفس اليوزز اللي هناك بتاعت اتش 2 ريسبتور. عشان كده الادويه دي لما طلعت عطت الضربه القاضيه للاتش 2 ريسبتور انتاجونست وحلت محلها، لانها مور افكتيف اند مور سبريسور الجاستريك اتش سي ال سكريشن، والهيلنج ريت معاها عالي جدا احسن من الاتش 2 ريسبتور انتاجونست. يبقى في علاج الجاستروجيوفلكس ديزيز، في البيبتيك السر، في الاستريس السر في حاله البيرن والسيرجري والتروما يعطى العيان اتش بروتون بامب انهبيتور. كان زمان بيدوا اتش ريسبتور انتاجونست عشان في حالات البيرن والاستريس والتروما اللي طلع كميات رهيبه من الهيستامين ممكن تعمل ايفن بورفوريتد السر كمان في الزولنجر اليسون سندروم. اللي طبعا عندنا في منها دوزج فورم كتيره، اشهرها طبعا اللي هو الايه الانترافينوس بريبريشن زي اللي هو البانتوبرازول اهو قدامنا، في منهم الاسموبرازول، في منهم برينترا بريبريشن تعطى انترافينوس، وفي منهم الاورال ايه تابلت، واحنا عارفين التابلت بيبقى انتريك ايه كوتد، ايوه عشان نحميها من مين؟ بالاتش اس ال اللي راح تعمل له تمنع افرازه، هي نفسها بتتكسر بره. طيب سايد افكت بتاعتها كتير جدا ولازم نبقى عارفينها، وخاصه لو استخدمنا دوز عاليه لفتره طويله. اول حاجه بتنقص افراز الاتش اس ال، لما بتنقص الاتش سي ال ممكن تقليل الاتش سي ال المعده بدرجه كبيره جدا، وقلنا الجاستريك اتش سي الجاستريك بي اتش عمرها ما بتنزل على اربعه حتى لو اثناء البوست برانديال اسيد سيرش. فاول سايد افكت نتيجه نقص افراز الاتش سي ال بشده ان هي تعمل لي عسر هضم اندايجيشن. طيب واندايجيشن الاكل المفروض الاتش سي ال محتاجين عشان الدايجيشن بتاع الاكل والابزوربشن، طب وبعدين مش هيحصل دايجيشن كويس والعين يجي له عسر هضم، ياكل الاكل خاصه البروتين يحس ان الاكل واقف على معدته ما بيتحركش،
حاسس ان اللقمه واقفه له كده زي الحجره زي الصخره في بطنه. وبعدين الاكل اللي ما اتهضمش ده يحصل له فرمنتيشن، تخمر بالبكتيريا، يحصل اوفر جروث اوف بكتيريا عليه، لان وجود الحمض بتاع المعده بينظم عمليه الجروث اوف بكتيريا، فبالتالي يحصل اوفر جروث اوف سيرتن تايب اوف بكتيريا، تعمل فرمنتيشن وتطلع غازات، يقوم العيان يحصل له ايه ديستنشن نتيجه الجازز دي، تعمل ديستنشن، ولما يحصل ديستنشن بيحصل ريفلكس انكريز ان بيريستالتيك موتيلتي، يقوم الموتيلتي تزيد جدا، يقوم العيان يجي له ايه اسهال. يبقى يقول لك لما ياكل الاكل يحس ان الاكل واقف ما بيتحركش، وبعد كده يبدا يجي له مغص، ايوه بدا يعني جازز تطلع وعمل ديستنشن هو كوليك هوب، يقوم يجي له ايه دايريا. دي في الغالب نتيجه انتريك انفكشن بكوليسيريوم ديفيسيلي، دي ذا موست كومن ادفيرز افكت. يبقى لو سالت ايه هو الموست كومن ادفيرز افكت اوف البروتون بامب انهبيتور، هي الاندايجيشن والكوليك ودايريا ومعاها الهيدك كمان. طيب ايه كمان؟ ونقص الحمض ده هينقص امتصاص الادويه اللي محتاجه الاتش سي ال عشان تمتص، زي مين كده؟ زي الايرن. يبقى عيان عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، وادي له اورال ايرن وادي له اتش 2 ريسبتور بلوكر او بدي له بروتون بامب انهبيتور، امتصاص الحديد ده عنده يبقى اي كلام. ليه؟ لان الايرن عشان يمتص محتاج يحصل له ريدكشن، يتحول من الفرك الى الفيروس ستيت بتاثير مين؟ الجاستريك اتش سي ال. مفيش اس ال يبقى مفيش ريدكشن، هيفضل فرك زي ما هو، الابزوربشن بتاعه يبقى قليل. كذلك الادويه الاخرى اللي محتاجه اتش سي ال عشان تمتص زي الكيتوكونازول، ها برضه امتصاصها هيبقى امبيرن. حتى الادويه اللي هي الاسيتيك دراج زي الاخرى ممكن برضه الامتصاص بتاعها يتاثر. ايه كمان هيزيد امتصاص الادويه بقى؟ او تزيد الاورال باي افابيلتي اللي كان الاتش سي ال بيقل امتصاصها، زي مين كده؟ زي الديجوكسين وزي النيفيدبين، فالعين ممكن يخش مني في توكسيستي. اذا نقص الاتش سي ال هيقلل امتصاص الادويه اللي محتاجه الاتش سي ال عشان تمتص، زي الكيتوكونازول اللي هو انتي فانجل دراج والايرن سولت. نمره اثنين هيزيد الابزوربشن والبايو افيلابيلتي بتاع الدراجز اللي كانت بتقل في وجود الحمض زي الديجوكسين والنيفيدبين، فالامتصاص هيزيد والبايو افيلابيلتي تزيد، ممكن عندك منك بتدي له النورمال دوز يخش منك في توكسيستي. ايه كمان؟ قالوا نقص الاتش سي ال هيعمل لي انتستاينال بكتيريا الاوفر جروس، وده تعمل مشاكل الدنيا والدين. تعال ما نشوف تعمل ايه، بتزود الانتستاينال بكتيريا الاوفر جروس فيزيد فبالتالي هيحصل مشاكل كتير. اولها في مرضى الكبد، مرضى الكبد دول عندهم مشكله، ايه اللي هيحصل؟ قالوا نتيجه البكتيريا الاوفر جروس دول هيزيد الانسيدنس ان هم يخشوا في هيباتيك انكيفالوس وكوما في ناس اللي عندها ليفر سيروزس. يبقى لو عيان عنده ليفر سيروزس يستحب انك تبعد عن البروتون بامب انهبيتور. ليه كده؟ لان بتعمل ماركت ديكريز في الاتش سي ال، تديك اوفر جروس اوف البكتيريا اللي موجوده في الانتستين. البكتيرية دي هتشتغل على الدياتر البروتين، ولو هو عنده دوالي المريء وبينزف هتشتغل على البلاط بروتين اللي نازل، تقوم تحول لك الدياتر البروتين او البلاط بروتين اللي نزل في الانتستين الى امونيا او جابا او بنزودازيمين لايك سبستنس. دي كلها مواد سي ان اس ديبريسن، تعمل ديبريشن للسي ان اس، تدخل عيان في هيباتيك انكيفالوباسي وهيباتيك كوما. عشان كده يقول لك غير مستحب انك تدي بروتون بامب انهبيتور في مرضى الليفر ايه سيروزس. ليه كده؟ لانك بتزود الانسيدنس وتعجل دخوله في هيباتيك انكيفالوباسي وهيباتيك كوما، نتيجه ان هي عملت ماركت ديكريز اوف الاتش سي ال، فعمل لك ديستربنس للانتستاينال مايكروبيوتا او الانتستاينال بكتيريا الفلورا، يعني حصل ديستربنس فيها، فيحصل اوفر جروس للبكتيريا اللي كان الحمض بيعمل لها داون ستريمنج، اللي كان بيقلل الجروس بتاعها ما عادش موجود، فيحصل لها فلارش وتنتعش وتطلع بكميات رهيبه، تحول لك الدياتري بروتين او البلاط بروتين اللي جاي من النزيف بتاع دوال المريء يتحول الى امونيا وجابه وبنزودازيمين لايك سبستانس، اللي هي كلها مواد سي ان اس ديبريسنت تعجل دخول العيان في هيباتيك انكفالوباسي وهيباتيك كوما. ايه كمان؟ وجدوا ان المرضى اللي بتاخد الادويه دي لفتره طويله بيزيد عندها السستيبيليتي للهوسبيتال اكوايرد انفكشن زي الهوسبيتال اكوايرد نمونيا، هوسبيتال اكوايرد نمونيا، وكذلك الكوميونتي اكوايرد كوليستريديوم ديفيسيلي والسبونتينيوس بكتيريال بروتونايتس في مرضى الايه الاسايتس. طب مين هم مرضى الاسايتس؟ في الغالب الناس اللي عندهم ليفر سيروز، انما المؤسسه ممكن تحصل في اي حالات جراز قديمه، انما مور كومون في حاله الليفر ديزيز، لان في الليفر الاسايتس الدم الفلويد مور اديما فلويد بيبقى متجمع فين؟ في البرتونيال ساك نتيجه البورتال هايبرتنشن اللي عامل لي لوكاليزيشن للاديما فلويد في المنطقه دي، عشان بيزود الهيدروستاتيك بريشر في البورتال سيركوليشن. طيب يبقى إيه العيان نقص الاتش سي ال عمل لي اندايجشن ودايريا وكوليك، ده مقاوم السولد افكت، بيقل امتصاص الادويه اللي محتاجه ايرن زي اللي محتاجه اسف الاتش سي ال زي الايرن والكيتوكونازول، بالعكس بيزيد الابزوربشن بتاع الادويه اللي كانت بتقل بالاسيد، فبالتالي يحصل توكسيستي زي الديجوكسين والنيفيدبين، يزيد الانسيدنس اوف دخول العيان الهيباتيك
في عمليه هيباتيك انكفالوباثي، لان نتيجه غياب الاتش سي ال، فبالتالي يحصل اوفر جروث في البكتيريا اللي تحولت جلاتر بروتين او البلاد بروتين اللي ناتج من بليدنج اوسوفيال فيروسز الى امونيا وجابه وبنزوزمين لايك سبستانس اللي هي كلها مواد سي ان اس ديبريسنت، فداخل عين في هيباتيك انكفالوباثي وهيباتيك كومر. ايه كمان؟ قالوا نقص الاتش سي ال ده بيزود سبتابيلتي العيان يجي له خصبة الاكواير ديمونيا، كوميونتي اكواير كوليسترينيا ديفيسيلي، سبونتينيوس بكتيريال بروتونايتس لو كان هو عيان هيباتيك وعنده اسايتس. ايه كمان؟ قالوا بتزود السيفيريتي اوف انفكشن باي كوفيد 19، ووجدوا ان العيانين اللي بياخدوها لو جالهم كوفيد 19 انفكشن تبقى سيفير انفكشن، مش كده وبس، ده فرصه ان يجي له سكندري انفكشن تبقى عالي جدا. ليه كل الكلام ده؟ عشان برضه نقص الجاستريك اتش سي ال اللي هو مهم جدا عشان الجاستريك ديفنس ميكانيزم. طيب لو العيان خدها لفتره طويله اكتر من 12 اسبوع وعمل لها صادن وذرول، تعمل له ايه؟ ممكن يجي له ريباوند هايبر اسيديتي، يجي له ريباوند هايبر اسيديتي. يبقى العيان لو يبقى البروتون بامب انهبيتور اول سايد افكت بتاعتها قلنا بتنقص الاتش سي ال وما يترتب عليها من نقص امتصاص بعض الادويه وزياده الاخرى واندجستشن دريو كوليك والانفكشن بمختلف انواعها زي ما قلنا. طيب ايه كمان؟ لو تاخد لفتره اكتر من 12 اسبوع والعيان صار عمل لها صادن وذرول يجي له ريباوند هايبر اسيديتي، الحموضه ترجع امر من الاول. طب نمنع الكلام ده ازاي؟ قالوا لو نمنعها لما نبدا ان انا بطل البروتون بامب انهبيتور بعد ما خدناها لفتره طويله، لازم نبدا نديها للعيان افري اذر داي، يعني كان بياخدها يوميا قبل الفطار بنص ساعه او ساعه. لا لا، اقول له بقى ايه الاسبوعين دول الجايين دول هناخدها يوم اه يوم لا، افري اذر داي، يعني ياخد النهارده وبكره ما ياخدش، بعده ياخد وبعده ما ياخدش، بالترتيب كده يوم ياخد ويوم ما ايه ما ياخدش، خدها افري اذر داي يعني يوم ويوم، يوم اه يوم ياخد ويوم ما ياخدش لمده اسبوعين. بعد كده الاسبوعين اللي بعدها ياخدها مرتين في الاسبوع، يبقى هنا بياخدها افري اذر داي هياخدها ثلاث اربع مرات في الاسبوع، بعد كده تبقى مرتين بس في الاسبوع، مثلا حد مثلا هو اربع سبت وثلاث وهكذا. طب وبعد كده مره واحده في الاسبوع لمده اسبوعين برضه، بعد كده اعمل لها ايه ستوبج. يبقى ما ينفعش النهارده العيان بياخد الدواء بقاله 12 اسبوع يوميا ياخد قرص اقول له اعمل صادن وذرول هيجي له ريباوند هايبر اسيدت، الحموضه هترجع امر من الاول. في طريقه ثانيه قالوا ممكن نستخدم الترنيتنج بروتون بامب انهبيتور اند اتش 2 ريسبتور انتاجونست اتش مانس فور 3 مانس. يبقى العيان ياخد يوم دي ويوم دي، ياخد برضه يوم بروتون بامب ويوم اتش 2 ريسبتور انتاجونست لمده 3 شهور، وبعد كده برضه اعمل لها ايه وذرول زي ما قلنا قبل كده. او استخدم انقص البروتون بامب الدوز لو كان بياخدها مرتين في اليوم لمره واحده في اليوم، وبعد كده ابدا انقص الجرعه اللي بياخدها في اليوم ادي له نصها وهكذا، وابدا اعمل لها جرادوال وذرول. او انك من الاول خالص تستخدم البروتون بامب ان دوماند لو ينفع انك تستخدمها عند الحاجه زي ما بقول. يبقى لو عملت صدمه وذرول يجي لي ريباوند هايبر اسيديتي، نمنعها ازاي؟ ايه البريكوشن هاو تو افويد؟ يبقى استخدم البروتون بامب افري اذر داي لمده اسبوعين، طبعا استخدمتها باستمرار على طول لمده 12 اسبوع، عايز اوقف يا جدعان؟ اه لا لا معلش، النهارده بقى الاسبوعين الجايين دول هتاخدها ايه؟ يوم اه ويوم لا، طب الاسبوعين اللي بعدهم مرتين في الاسبوع، بعد كده مره واحده في الاسبوع، بعد كده ممكن ننصص كمان الدوز وبعد كده بوقف. او ان استخدم طالما هستخدمها لفتره طويله هستخدم يوم بروتون بامب انهبيتور ويوم اتش 2 ريسبتور انتاجونست. ايه كمان؟ قالوا نقص الدوز بتاعتها من توايس ديلي الى وانس ديلي لمده اسبوعين، والاسبوعين اللي بعدها نقص من وانس ديلي نقضي له نص جرعه يوميه، وبعد كده ايه ابقى ايه ابقى نقص مثلا مرتين في الاسبوع وبعد كده بوقفها. او اون دوماند بروتون بامب انهبيتور عند الحاجه زي ما بقول. لو اتاخدت اكتر من 12 اسبوع كمان والعين واخدها وما زال بياخدها ممكن يخش في فيتامين بي 12 ديفيشنسي، ممكن يقل الامتصاص البي 12 عنده. يبقى لو سايد افكت او سايد افكت نقص اتش سيل اثنين صادن وذرول لو تاخد اكتر من 12 اسبوع يعمل ريباوند هايبر اسيد. ايه كمان؟ لو تاخدت اكتر من 12 اسبوع والعيان خدها باستمرار وما بطلهاش ممكن يخش في نقص امتصاص البي 12، يبقى الفيتامين بي 12 ديفيشنسي ممكن يحصل له. ليه كده؟ قالوا عشان حاجتين مهمين. اول حاجه الجاستريك اتش سيل مهم جدا تو ليبريت البي 12 من الدايت ريسورس، انا عارف ده البي 12 موجود في اللحوم والليفر مش كده، موجود في الميت والليفر ده اهم ريسورس له. طب وبعدين؟ قالوا هو موجود جوه البروتين بتاعت الليفر وبتاعت المصل، عشان يحصل له ليبريشن من البروتين بتاعت سواء الليفر او المصل اللي احنا بناكلها محتاج الاتش سي ال. يبقى الاتش سي ال اللي انت منعت افرازه وشراها بالبروتون بامب انهبيتور كان مهم جدا عشان يحرر البي 12 من الدايت ريسورسز. ايه كمان؟ وجد ان البروتون بامب انهبيتور لما تاخد فتره طويله بتمنع السكريشن مش بس اوف الاتش سي ال، بتمنع السكريشن اوف الانترنسك فاكتور اللي هو مهم جدا عشان امتصاص البي 12 من الباراتل سيل. يبقى بتروح على الباراتل سيل مش بس بتمنع افراز
الاتش سي ال كمان بتمنع افراز الانترنسك فاكتور اللي هو مهم جدا عشان امتصاص مين؟ البي 12. يبقى لو سالت ليه بيحصل معاها فيتامين بي 12 ديفيشنسي، عشان حاجتين، لانها بتعمل بوتنت وماركت ديكريز في الاتش سي ال اكريشن which is necessary to liberate ال B12 from a dead resource. Number two, it inhibits secretion of the intrinsic factor which is needed for the absorption of B12 من البلاتر سيل. بتمنع امتصاص بتمنع خروج مين؟ الانترنسك فاكتور من البلاتر سيل، وهذا الانترنسك فاكتور مهم جدا عشان امتصاص البي 12. نخلي بالنا البي 12 اللي ديفيشنسي ممكن داخل العين في بيرنيشس انيميا وما اتبعها من نيوروباثي بريفرال وسنترال، وممكن العين كمان يشتكي من ايه؟ من ديمنشيا. وجدوا ان الناس اللي بتاخد بي 12 البروتون بامب انهبيتور فتره طويله خاصه كبار السن بيبدا يحصل له عندهم ديمنشيا بنسبه عاليه. لو اتاخدت بقى اكتر من سنه او اتاخدت اقل من سنه بس بدوز عاليه جدا، ايه اللي بيحصل؟ وجدوا ان المرضى دول عرضه للاوستيوبروزس وباثولوجيكال بون فراكشر. ليه يا جدعان كده؟ قالوا عشان البروتون بامب بتعمل ماركت ديكريز في الجاستريك سيل سكريشن اللي بيلعب دور مهم جدا في امتصاص المينرال من الانتستين زي الكالسيوم والمغنيسيوم. يبقى لو اتسالت ليه الاوستيوبروزس بيحصل مع البروتون بامب لو تاخد لفتره طويله؟ عشان البروتون بامب انهبيتور بتعمل ماركت ديكريز اوف الجاستريك اتش سي ال سكريشن وتش بلاي ان امبورتنت رول في الابزوربشن بتاع المينرال من الانتستين زي الكالسيوم والمغنيسيوم. كمان وجدوا ان المرضى اللي بتاخدها فتره طويله اكتر من سنه بيخشوا في هايبو ماجنيسيميا. ليه يا جماعه كده؟ نفس الكلام، عشان البروتون بامب انهبيتور تعمل ماركت ديكريز في الاتش سي ال which play an important role in the absorption of mineral من الانتستين زي الكالسيوم ومين؟ المغنيسيوم. عشان كده قالوا المرضى اللي هتاخد الدواء ده لفتره طويله لازم اعمل مونيتور للمغنيسيوم ليفل، سبيشالي لو بياخدوا ادويه ثانيه بتعمل هايبوماغنيسيميا، كانوا بياخدوا دايوريتيك، او الناس دول اصلا عندهم مال ابزوربشن سندروم، يبقى لازم نعمل مونيتور. يقول لي اكسبلين واي مونيتورنج مغنيسيوم ليفل is necessary in patient taking proton pump for long period اكتر من سنه مثلا او هاي دوز. اقول له عشان هي بتقلل امتصاص المغنيسيوم تعمل هايبوماغنيسيميا لانها بتعمل ماركت ديكريز في الاتش سي ال اللي هو necessary for the absorption of magnesium من جي اي تي. ايه كمان؟ وجدوا ان بعض المرضى اللي بتاخدها ممكن تخش في ليكوبينيا وترانزنت انكريز في الليفر انزايم وريرلي انترستيشال نيفرايتس، انما نادرا اللي تحدث لكن ممكن تحصل. اذا بيعمل ليكوبينيا بنقص الوايت بلاد سيلز، بيعمل ترانزنت انكريز في انزيمات الليفر الالت والاست وبقيه الحاجات، وكمان بيحصل ممكن يحصل ريرلي انترستيشال نيفرايتس. اخر سايد افكت اللي هي دراج انتر اكشن، وده مهم جدا جدا جدا. البروتون بامب انهبيتور بيحصل لها ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 450، ركز دي الله يكرمكم، بيحصل لها ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 450. الاوميبرازول اللي هو زعيم العيله، زعيم عيله البروتون بامب انهبيتور، ما كل عيله لها زعيم، البروتوتايب فاميلي، الاوميبرازول الاوميبرازول ومعاها اللانزوبرازول بيحصل له ميتابوليزم بالسايب تايب بال 450 اللي هو اسمه سيب 2 سي 19. السيب 2 سي 19 ده الاوميبرازول واللانزوبرازول بيكسروا به، بيحصل له ميتابوليزم، وهما الاثنين بيعملوا له انهبيشن. طيب خلاص عرفنا دي، يبقى كل البروتون بامب بيحصل لها ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 450، الاوميبرازول اللي هو زعيم العيله واخوه اللانزوبرازول بيحصل له ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 450 سب تايب اللي هو سيب 2 سي 19. ال 2 سي 19 ده ال 2 سي 19 ده اهو كمان الادويه دي مش بس بيحصل لها ميتابوليزم له، ده كمان هم كمان بيعملوا له انهبيشن. يبقى هم هيكمبيت مع الاذر دراج على الميتابولايزنج انزايم، نمره اثنين بيعملوا انهبيشن للميتابولايزنج انزايم، يعني كومبيت معاه على الميتابولايزنج انزايم. طب ده هيعمل لي مشكله في مين؟ هيعمل في الادويه اللي بتكسر بالسيب 2 سي 19 زي مين كده؟ قالوا زي ده مهم جدا، بيستخدم كمان على الجلطات كانتي بليتل دراج اسمه كلوبوديجريل. كلوبوديجريل ده انتي بليتل دراج بيتاخد عشان يمنع الكاردو فاسكولار ايفنت، يمنع حدوث الميكاردا انفاركشن في الناس اللي عندها انجينا او جالها قبل كده انفاركشن، بنديه لهم بنديله كلوبوديجريل. طيب كلوبوديجريل ده في قلبه مشكله ان هو ايه؟ برو دراج. كلوبوديجريل برو دراج، دواء ان اكتف محتاج السيب 2 سي 19 عشان يحصل له اكتيفيشن. يبقى انا بدي العيان دواء انتي بليتلت اسمه كلوبوديجريل، اقول له خده كل يوم عشان يقلل البليتلت اجريجيشن عندك وادهيجن، فما يحصلكش جلطه لا قدر الله. ياخد الدواء يخش جوه جسمه يعدي على الليفر يلاقي السيب 2 سي 19 قاعد له، يقوم يعمل له اكتيفيشن يحوله من ان اكتف ماده مالهاش دعوه بالبليتلت خالص الى اكتف انتي بليتلت دراج يمنع حدوث الكارديو فاسكولار ايفنت. طب لو المريض بقى كان بياخد اوميبرازول ولانزوبرازول
واديته الدواء ده، يبقى انا بدفع فلوس على الفاضي. كلوبيدوجريل هيروح اولا هيلاقي البايندنج سايت اللي هيمسك فيه على سيبتو سي 19 عشان يحصل له اكتيفيشن، مشغوله، مشغوله بمين؟ بالاخ الاوميبرازول واللانزوبرازول. ثاني حاجه الاثنين دول عاملين نفس الانزيم ايه؟ انهبيشن، يبقى كده كده مش هيحصل له اكتيفيشن، هيفضل ان اكتيف. عشان كده يستحب لو العيان بياخد بروتون بامب انهبيتور وماشي على كلوبيدوجريل وعايز ادوله بروتون بامب انهبيتور، ابعد عن الاثنين دول. طب تدي مين احسن بروتون بامب انهبيتور في العيانين اللي بياخدوا كلوبيدوجريل؟ اللي هو البانتوبرازول او الرابيبرازول. البانتوبرازول اند رابيبرازول ار مور بريفيرد ان بيشنت تيكينج كلوبيدوجريل. ليه بقى يا ترى؟ عشان لانهم هاف مينيمال انهبيتور افكت على السيب 219، لا يقارن الانهبيتور افكت بتاعهم بالاوميبرازول واللانزوبرازول، دول عنيف جدا وكمان بيكسروا، فبالتالي بيعملوا ايه؟ بيعملوا اكيوميليشن للكلوبيدوجريل اللي هو ان اكتف، ما يدينيش انتي بليتل افكت. يبقى الاكسبلين واي بانتوبرازول او رابيبرازول مور بريفيرد ان كاردياك بيشنت تيكينج كلوبيدوجريل، اقول له لان الاثنين دول هاف مينيمال انهبيتور افكت على سيب 219 انزيم. كده يبقى خلصنا البروتون بامب انهبيتور واستعرضنا معانا بعض الميكانيزم في اكشن. اوعى تنسى، اوعى تنسي ان هي بتعمل ريفرسبل انهبيشن للهيدروجين بوتاسيوم بيز انزيم او تمسك فيه كوفالنت بوند، وعشان الجسم يستعيد وظيفه الهيدروجين بوتاسيوم ياخد من 3 ل 5 ايام. عشان كده الادويه دي رغم انها هاف لايف بتاعها صغيره لانها لونج اكتنج، ما ننساش ان هي برو دراج، ما ننساش ان هي بيحصل لها اكتيفيشن في الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم، وبرد له جميل يعملوا له ريفرسبل انهبيشن. شكرا، السلام عليكم.